أحلى شيء ختام 2021 مع نادين نجيم. أنا كثير مبسوطة أني شفتك اليوم. أنا كمان. Thank you. حبيبتي. حبيبتي. نحن ناقد فني ولكن اليوم جايين ندعم. آه. ونحن بنحبك كثير. لحظة. 2022 شو حابة تقولي للمتابعين ومتابعين الناقد؟ الله يريحنا من النقاد. يعني بمزح. بقول لهم أكيد بتمنى لهم سنة حلوة، بتمنى كل أهدافهم وأحلامهم تتحقق، بتمنى السلام لبلد لبنان، بتمنى يرجع مثل قبل، ولكل البلدان العربية اللي عم بتمر بظروف صعبة، وهذا أحلى شيء ممكن واحد يتمنى يعني لبلده. إذا لبنان، إذا حكينا عن لبنان، إذا حكينا عن لبنان بس بدون دموع. إيه ما هم قبل شوي بكتنا كلنا. إيه والله لبنان لبنان فعلا بحزن، يعني ما ولا ممكن حدا يتخيل بعد كل شيء، بعد هالطلوع الكبير اللي يرجع ينزل، حاسة انه رجعنا لورا 20 سنة من كل النواحي، ونفس الظروف اللي مرق فيها بي الله يرحمه، نفس الطريقة يلي مرقت فيها الليرة اللبنانية بوقتها، بعد 20 سنة رجعت نفس التاريخ عم بعيد حاله. هل هالتاريخ رح يضل يعيد حاله كل 20 سنة؟ هيدا السؤال يلي صار محيرنا، انه كل 20 سنة بترجع كتاب التاريخ بتلاقي انه نفس الاشي عم ترجع تنعاد. ليش؟ ما حدا بيعرف، او يمكن نعرف بس ما قادرين نعبر ولا قادرين نحكي. عاضين على الجرح وسكتين. ليش الفنانين ما بيقدروا يكونوا؟ شو دخل الفنانين؟ شو دخل الفنانين؟ تركوا همهم على الفنانين، كل شغله بتحطوها بالفنانين. لا 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 ما فهمت شو قصدي. قصدي انه انت ضد الفنانين يتكلموا بالسياسه. لا ما خص انه الفنان بيتدخل بالسياسه، وطنه لازم يعبر، حرام نحكي فيهم اصلا. مش لانه نحن ما فينا نحكي، نحن فينا نحكي، بس تعرفي اوقات لما بتحكي بتحسي انه في عندك فئه بعدها مسيسه. اذا بدك تعرفي ليه مين اللي وصل لبنان لهون، مش بس السياسية، نحن كشعب، لما نحن كشعب نضل مقسومين وكل واحد داير ورا طايفة معينة ورا الحزب تبعه، نسي الموضوع ما رح يزبط. كرمالك لما بتطلع بتحكي انت بتجرد، بيطلع واحد بينشرك من فوق لتحت لانه انت حكيتي عن السياسة تبعه، مع اساس كلهم يعني كلهم صرنا كلهم يعني كلهم إلا 1 2 3 4 5 6 7 8 كلهم يعني ما فيش حدا يعني بعد في بس أنا وأنت الدور اللي تتمني بس في أنا وأنت بعد يعني ما فهمت الدور اللي تتمني تعمليه لليوم ما عملتي في كتير في كتير دور أشياء دور أنت حابة تسويه وما عملتي ما تأديتي يعني شيء حدا عنده إعاقة بس سويتي إنه السرطان لا 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 هيدا شيء تاني لا حدا عنده شيء يعني خلق عند في مشكلة ذوي الاحتياجات صح صح شكرا لك شكرا.